Bonsoir, je suis docteur Yaosé Parfait, de nationalité gabonaise. Je suis professeur vacataire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Donc aujourd'hui, nous sommes à la commune de Haït Amara. Nous avons organisé avec l'association Talents d'Avenir et le projet Vivre ensemble, Vivre ensemble sans discrimination une rencontre interculturelle sur la littérature et les arts. Donc aujourd'hui, les jeunes marocains et les communautés subsahariennes installées au Maroc ont organisé une rencontre autour de la littérature principalement, mais également autour des arts, la peinture et la sculpture. Donc il a fallu aujourd'hui construire des ponts entre les différents peuples pour essayer de dialoguer et se faire comprendre. Et moi j'ai intervenu sur la littérature des pays d'Afrique subsaharienne pour faire la connaissance de cette littérature qui est souvent méconnue du public marocain. Et j'espère que ce genre d'initiative sera encore, on va dire, organisée dans l'avenir pour rapprocher les peuples entre eux. Merci. Mohamed Tichint, مدير الدورة الأولى من الملتقى الدولي عبر الثقافي للأدب والفنون بأيت عميرة. يأتي هذا الملتقى بشراكة مع المشروع العيش المشترك لنتبيز ومن تنظيم جمعية مواهب المستقبل بأيت عميرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا الملتقى هو فرصة لربط جسور التواصل مع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والعمل على إدماجهم ضمن النسيج الاجتماعي بأيت عميرة على وجه الخصوص وفي النسيج الاجتماعي المغربي عموما. وطبعا في هذا السياق تم اقتراح مجموعة من الأنشطة في إطار الملتقى على مدار 4 أيام. في اليوم الأول تمت ندوة تحت عنوان دور الثقافة في التعايش ونبذ التمييز، واليوم الثاني ندوة حول الأدب المغربي والأدب الإفريقي جنوب الصحراء وما يمكن أن يقوم بين هذين الأدبين من علاقات، ثم أمسية أدبية تضم وتجمع شعراء من المغرب ومن إفريقيا جنوب الصحراء أيضا، ثم معارض الفنون التشكيلية على مدار الأيام الأربعاء، ثم عروض مسرحية يوم السبت مساء، بالإضافة إلى الاختتام بعروض للزي التقليدي المغربي والزي التقليدي الإفريقي. والملتقى يعرف حشودا مهمة من الجانبين، من الحاضرين المغاربة الذين يدلون أيضا بمقترحاتهم وبنقاشاتهم ويتفاعلون مع مختلف الأنشطة التي تدور رحاها في هذا الملتقى، ثم أيضا الحاضرون المهاجرون الإفريقيون الذين يساهمون أيضا بمقترحاتهم ورؤاهم وتصوراتهم في هذا الصدد. الملتقى ما يزال مستمران وتم أنشطة متنوعة ويعرف حضور ضيوف من الوزن الثقيل وطنيا ودوليا لتأطير طبعا الندوات والأماسي والعروض المقترحة. ونشكر منبر أشواق على حضوره وعلى تغطيته لهذا. الجنسيات المغاربة والإفريقية جنوب الصحراء، الكاميرون، السنغال، غينيا، غانا وباقي الدول طبعا المشكلة لهذا النسيج الإفريقي في جنوب الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. جواد حبيب الله، كاتب العام جمعية مواهب المستقبل، بصدد في هذا الملتقى الدولي عبر الثقافة للأدب والفنون. بالأمس أعطينا صورة واضحة وجليلة للكل على أن أيت عميرة ليست بتلك الصورة النمطية التي أخذت عنها منذ زمن بعيد. فاليوم الحمد لله باسم جمعية مواهب المستقبل نعطي صورة براقة، صورة وضاحة
لكل من 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 من, من له فكرة سيئة عن إتعميرة باحتضاننا لهذا الملتقى الدولي بمشاركة مجموعة من الفاعلين الفاعلين السياسيين والأساتذة الجامعيين أطر تربوية كذلك اللي ساهمت وأدلت بدلوها في هذا الملتقى الدولي الذي أعتبره صراحة وأنا جد فخور وجد سعيد بجمعية مواهب المستقبل اللي أبانت عن علو كابها في تسيير وفي أمام مجموعة من الشخصيات البارزة على المستوى الإقليمي ولا على المستوى مستوى جماعة إتعميرة. إذن كما قلت بأن كان تصريح وجلالة الملك أعطى ورشا كبيرا وهو الاهتمام بإفريقيا، فنحن اليوم جنود مجندون وراء صاحب الجلالة لنعبر بصورة واضحة ولنقول فهو يسير ونحن وراءه في أي ورش اتخذه وفي أي فكرة اتخذها. نحن كجمعيات المجتمع المدني جمعيات مجندة وراء صاحب الجلالة يعني في أي انطلاقة وفي أي مشروع وفي أي ورش عطاه. لا بد لي يعني باش ما تفوتنيش الفرصة أنني نشكر الزملاء الصحفيين اللي حضروا معنا لهذا اللقاء وغطوا هذا اللقاء هذا الملتقى، منها من 24 منها أشواقع، يعني مجموعة من البرامج الصحفية اللي حضرت معنا ووكبت هذا الملتقى. باش ما تفوتنيش الفرصة كذلك أنني نشكر السيد عامل الإقليم ونذكر قائد قيادة إتعميرة الملحقة 2 وقائد إتعميرة الملحقة 1 وباشا إتعميرة وكذلك قائد تدارس، يعني فهم تعبوا معنا وساعدوا الجمعية أنها تنظم هذا الملتقى والحمد لله. كذلك ما غاديش تفوتني الفرصة أنني نذكر رئيس جماعة إتعميرة لأنه ساعدنا كثير باش ننجحوا هذا الملتقى، وكنشكر جميع أعضاء الجمعية اللي سهروا مدة طويلة وهما احنا تشتغلوا على هذا على هذا على هذا على هذا الملتقى على أساس أنه يكون ملتقى ناجح، ملتقى كيشرف أي تعميرة. كما قلت أي تعميرة راه عندها واحد الصورة نمطية، ولكن اليوم الحمد لله باسم جمعية مواهب مستقبل أعطينا صورة أوضح وصورة واضحة على أي تعميرة بأن أي تعميرة فهي كما قبل كانت كتسمى وكر الجريمة، فهي اليوم مشتل الطاقات ومشتل الطاقات يعني الثقافية والفكرية والرياضية والسياسية. الحمد لله إتعميرة اليوم أصبحت يضرب لها المثل على المستوى الإقليمي والمستوى الجهوي، وكنشكركم صراحة من صميم القلب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.